السباق نحو البيت الأبيض يشتد في تحد واضح بين الرئيس جو بايدن ودونالد ترامب الذي يسعى لاستعادة رئاسة الولايات المتحدة ضمن استراتيجية جديدة أساسها التعلم من تجارب الماضي. انتخابات العام 2024 ستكون فرصة من ذهب بالنسبة لترامب الذي سيحاول هذه المرة إعادة رسم مسار السياسة الأمريكية وإحداث العديد من المفاجآت وفق ما تحدثت عنه صحيفة نيويورك تايمز. وفق خبراء تتضمن استراتيجية ترامب الجديدة في حال فوزه طبعا استخدام وزارة العدل للانتقام من خصومه السياسيين خصوصا بايدن والتي ستكون التحدي الأكبر. أيضا سيعمل ترامب في حال عودته للبيت الأبيض على تنفيذ حملة صارمة ضد الهجرة بكافة أشكالها وطرح قوانين جديدة تداعيات قد تكون مكلفة تصل لدرجة الترحيل وتنفيذ المداهمات والاحتجاز وإيقاف حق اللجوء. وضمن الخطة المطروحة أيضا على طاولة ترامب شن حرب تجارية جديدة ضد الصين والتي قد تكون أقوى من سابقاتها. فترامب أعلن نيته اتخاذ تدابير حمائية جديدة تضمن تعزيز التصنيع المحلي. كما يلمح ترامب إلى أنه قد يقوض حلف الناتو وينسحب منه ومن أوروبا ليوجه قوة بلاده العسكرية نحو الداخل الأمريكي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.